الزمالك عنده عواد ماشي، كان بشكل كبير جدا مميز يعني، ثم عنده نديم وعنده السيد عطية، ثم تمكن من استعادة محمد صبحي مجددا. من وجهة نظرك شايف الانتقال ده ازاي، والمنافسة تبقى عاملة ازاي، ومين اللي هيلعب اساسي؟ صبحي اعتقد ان اللي انتقاله برضه سلاح ذو حدين. انت عندك عواد يعني من افضل حراس، او بالعكس الفتره الاخيره كان افضل حارس مرمى في مصر بيأدي. هو الافضل، طبعا هو الأفضل. طبعا طبعا بلا منازع. في نفس الوقت اكيد هيحافظ عليها، لان عايز يلعب وعايز يروح منتخب تاني، عايز يستمر على المستوى اللي هو فنش بيه مع نادي الزمالك. صبحي وجوده ممكن يعمل له مشكله كبيره جدا في تألق عواد، هيستمر على الدكه فيبتدي يزهق، يبتدي يخسر مكانه في منتخب مصر. فاعتقد لازم يا ابراهيم بعد كده لازم حارس المرمى بالذات لازم وهو بينتقل لازم يكون هو عارف هو رايح فين. نادي الزمالك نادي كبير، وفي نفس الوقت اكيد فرصه ليه في الماتش. انت عارف لما بتلعب ماتش في نادي الاهلي ونادي الزمالك بماتشات كتيره جدا في الانديه اللي بره، فصبحي وجوده في نادي الزمالك سلاح ذو حدين، يا اما هيقعد هيخسر حاجات كتيره جدا، يا اما ممكن تيجي له فرصه كويسه ويتالق مع نادي الزمالك. فانا شايف وجوده يعني صعب صعب المهم عليه هو، عليه هو. طب على صعيد نادي الزمالك، الزمالك مستفيد انه يبقى عنده مستفيد طبعا. انت عندك اثنين حراس، خصوصا انت بتلعب في افريقيا، خصوصا انك انت نادي الزمالك بيعمل سكواد السنه دي، بيجيب لعيبه، عايز يعمل حاجه، عايز يحافظ على بطوله الدوري، عايز يحافظ على البطولات اللي هو داخل فيها. فاعتقد انك انت نادي كبير زي نادي الزمالك او النادي الاهلي، الانديه الكبيره لازم يبقى عندك حارسين وثلاثه مميزين، وخصوصا من وجهه نظري يبقوا حارسين وواحد صغير عشان ما تعملش مشكلة.